بكم إلى تواصل.com من جديد. مشاهدينا الكرام، طبعا كالعادة مواقع التواصل تعج بمختلف الأخبار التي تداولها ناشطون عراقيون على امتداد الخريطة العراقية. البداية مع عناوين التواصل لهذا اليوم، وستكون البداية مع مياه الأمطار التي غمرت عديدا من الشوارع. أين؟ في المحافظات العراقية وسط تذمر من المواطنين بسبب تواصل الإهمال الحكومي على مستوى الخدمات والبنى التحتية. في الملف الثاني سنتوقف عند ملف الواقع الصحي، وتحديدا في محافظة ذي قار وما لهذا الملف من أثر على المواطنين إلى جانب معاناة اللاجئين العراقيين في سوريا. ثم يكون الختام لاحقا مع جباية الكهرباء في بغداد، وهناك ارتفاع أسعار الجباية فاجأ الكثيرين من المواطنين. أهلا بكم. البداية مع مياه الأمطار التي كشفت غياب المسؤولية في محافظة البصرة وتقصير الحكومة الحالية في الواقع الخدمي. شاهدوا ما الذي فعلته مياه الأمطار بالمواطنين في البصرة. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي احد شوارع منطقة عالية سيتي. شوف المنظر، علي من رايحين هاي باربيجان ما يسمونه، تعالوا هنا سيحوا، منظر جميل. هذا شارع بيوت ناقلات النفط، صار له 5 سنين المقاول حفر وطفر، المحافظ ما عنده عليم، ما يفوت منا ويشوف. بصراحة شلون راح ننتخبكم؟ بس اريد افهم شنو راح تقدموني اذا ابسط حقوق الشارع ماكو وتردون انتخابات. من يشاهد هذا المقطع من العراقيين يكون لسان حاله قائلا: اعان الله العراقيين الذين يعيشون هذه الظروف الصعبة، ولا اعان مسؤولا يقصر في عمله وواجبه. الى النجف الان، وهناك الواقع لم يختلف كثيرا، فالأمطار مستمرة وسوء الخدمات مستمر ويعكس إهمالا لا ينتهي. تابعوا هذا المقطع ولنا عودة. سيارات كبرى في شارع المدينة في الأشرة، وايد هي السيارات. هذا جسر نفق القطاع العسكرية، يعني ايش قصة له ولحد الان المجاري مالته. ها شوف ايش قصة له، ترى ما مضرت هواي والله. المشكلة مو هنا، المشكلة مو هنا طبعا، المشكلة من يجيك اعضاء محافظة مال مجلس المحافظة يقول لك ارجع انت خبي باوع، من يرجع يقول لك انت خذ لي شنو الانجازات اللي قدمها حتى انا ارجع انت خذ مرة ثانية. يلا يا لؤي يا الزرقي يا اي واحد اي شخص قدمت هاي مدينة امير المؤمنين هاي. ومن النجاف نذهب الان واياكم الى قضاء الشطرة في محافظة ذي قار، وما تسببت به ايضا مياه الامطار من إعاقة للحياة اليومية لدى المواطنين، ما دفع بعضهم للتعبير بغضب عن رفضهم لسوء الخدمات وامتعاضهم من المرشحين للانتخابات الذين لا يهتمون بمعاناتهم. هاي هم تعبوهم، ما وصلتم تعبوا على السكويش، تعبوا على البطانية، وانتم 15 سنة الأحزاب الإسلامية سويتوا في العراق. تعال صرفت مليارات، مليارات صرفت على المجاري، هذا على المجاري. تعال بابا تعال صار افتر وياي صار، وينكم الائتلاف الوطني؟ وينكم؟ ها مناطق الجنوبية تمطر ساعة زمان، لا تغرقوا لك النوم انتم. تعال هاي 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 هذا
سنين أو 15 سنة. هذا كارت البطانية اللي بيع صوتي. هذا شوف 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 هذا خير العراق اللي في يارسة. والله بخر عنه. المن نحكي شعب راضي، شعب ساكت، ينتخب بعلاقة وكارت. غياب للخدمات وسوء في البنى التحتية وتقصير متعمد ومتواصل، هكذا يقول مواطنون. مستمرون معكم في الملف الخدمي، ولكن ذاهبون الآن إلى محافظة المثنى، وهناك الأمطار الغزيرة أيضا والتي تسببت بغرق أكثر من 20 سيارة، هي سيارات مخصصة للحمل، حمل البضائع الكبيرة، وهي من نوع قلاب في منطقة المقالع. شاهدوا شيئا حدث هناك. هاي أحد المقالع في منطقة وادي خرز سببت في غرق أزيد من 20 سيارة بسبب تحويل الماء من قبل معامل الإسمنت. ذنيت سيارات، ذنيت ثلاثة هناك وبعد ثلاثة هرجي. إيش قد السيارات اللي جوا تقريبا؟ السيارات هالساعة تقريبا هالساعة الموجودة جوا الماي تقريبا 17 سيارة. أنت عندك سيارة؟ هي أنا سيارتي هاي. زين ليش هذا الماي إجى المقلاة؟ هذا الماي المعمل غير مسار الشعيب، هذا المجرى الماي اللي مسوي رب العالمين فتحوه علينا وغرقوا حلالنا. غرقوا حلالنا وهاي سياراتنا مجيلة وما عندنا غير الله وهي. يعني هذا الماي لو مو المعمل ما كان يجي منها. لو المعمل ما ياكل الشعيب منها. لو ما ياكل الشعيب منها يهد علينا ما يجي الماي. الماي مسارة ماشي مسوي رب العالمين. زين الموجود. المعمل والمقاولين. زين الموجودين كلهم عندهم سيارات؟ كل الموجودين. 20 سيارة. هن اولهم 23، طلعنا 23 هسا جوا الماي. ثلاثة طلعناهم. هذنياهم واجفات عاطلات. يعني مصنفات النتهيات انتهى وهذا 20 جو الماء. نبقى في المثنى، وهناك تساؤلات ملحة عن مصير مشروع المجاري الذي تسببت ظروفه بالمزيد من المشاكل الخدمية في المحافظة. مشروع المجاري وين؟ نسأل. مشروع المجاري اللي قلب السماوة قلاب لمدة 5 سنوات واللي الأهالي تحملوا ضيم هذا المشروع، مشروع المبروك الله لا يبارك فيه. وين هاي أم العصافير هيك؟ واللي المناطق اللي يصير على الشارع زين، المناطق الجوانية، المناطق الضايعة عن العين، شلون منفذ بهذا المشروع؟ يقولكم هاي ترى جريمة، المفروض الجهات الرقابية تتحرك. تقولهم يابا وين مشروع المجاري؟ وين المليارات اللي انصرفت؟ هل يعقل هذا المشروع؟ سيارات جاي تجي سايدين منا ذهاب وإياب، لأن هذا واصل مرحلة من الفيضان اللي ما تسولف. ختام هذا الموضوع اخترناه لكم من مياه الأمطار أيضا التي حولت منطقة في السماوة إلى بركة سباحة للأطفال طبعا، وكما تعلمون السبب في ذلك سوء البنى التحتية. نتابع منطقة الغسيل. شوف الزعاطير وين تسبح. الزعاطير وين تسبح؟ منطقة الغسيل 2018. هذا 2018. غسل من 2018 صديق كذي ما كنت شيء ترى. شو هاي سيارة قاعدة؟ هاي منطقة فيها خطية سيارتهم؟ كيف خلاوي؟ روح روح. وين لازم سيارتك؟ خلي هذا يطلع. ما لا على بالكم. على زاوية أنت ترى وصلنا مقطع مصور فيه أيضا غرق منازل قضاء الحمزة الشرقي بمحافظة القادسية بسبب موجة الأمطار الأخيرة. هاي أغنى بلد بالعالم، بيوت غرقان، مجاري ماكو، خدمات ماكو، طب ماكو، أي شيء ماكو، حياة معدومة.
بلد غني بالنفط وبكل الثروات. حكومة هبي السيارات من هو وهذا الفقير جاي يدفع ضريبة يأجر مطور من جيبه الخاص يسحب الماي ويطلع الماي مال الحيضان. هاي بدل ما نصير حالنا حال الدول العالم واللي احنا اغنى بلد مع ما دول العالم فقيرة. ما هذا ايش هذا الماي يشوفونه جاي يجري من الاغرف. هاي الغرف غرقانة والبيت كله غرقان يعني صار يشوفون البيت بحيرة صاير. يجيك يقول لك قدمنا خدمات ويعلق صورته أكبر من 20-15 متر يسويها يعلقها بالشارع ويكتب عمرنا وبنينا وراح نعمر وواعدنا مرة ثانية يعني مو بس المرة 10 مرات 15 مرة هو هذا بس يبوقون ديوانية قضاء الحمزة الشرقي أخوكم هنا الغرقان أحمد حسون جاسم السماحي شوفوا بعينكم خلي يشوفونا اللي يرشحون والله عيب عليهم يعلقونهم صورة وهذا حال المواطن العراقي عيب عليهم. وإحنا بين من 1000-2001 إحنا هيك يعني بالآلاف مثلنا هيك يعني غرقانة. هاي الشوارع حياة معدومة وعدونا بالأربعين مادة وبالشوارع والمجاري وعدونا بالرواتب وحصة النفط والغذائية. ألف رحمة على روحك صدام قصرت ما عدمت هاي الكلاب والخنازير هاي كانت في الخارج خونة اللي اجتنا في بس مصالحة بس تجوبها وكل واحد يمتلك 70-60 مليار دولار من ثروة العراق ومن حب العراق. لا إله إلا الله والله يرحمنا. وهاي دولة علي اللي كان يوعدون الناس فيها الريق أجح فريق. وفي أن ترى أيضا مقطع مصور آخر يبين جانبا من حال مستشفى قضاء الغراء في محافظة ذي قار في ظل حكم الأحزاب الموالية لإيران. هذا المستشفى مال الغراء وهذا طبيب الأسنان وهاي الدراجة دخلها صاحبها جوا بالمستشفى خاف عليها من المطار باب عيادة الطبيب مال الأسنان. والله ما أعرف أنا هذا مستشفى لو دراج بالضبط ما أدري. هاي الجفرة مال المستشفى مال الغراف يعني هاي إذا وقع بها واحد يروح. بس اليوم ما مغطينها بالباب على مود لا يوقع بها أحد. أكو باب قديم مغطينها به وهاي النفايات اللي تطلع من المستشفى هاي ما يكون المكان مال هباب المستشفى. وهذا المفروض المكان مال سيارات الاسعاف مشموره بهاي السجلات القديمه والسجلات الولاده والوفيات مشموره هنا مكان سيارات الاسعاف مثل ما تشوفون. هاي ما ادري ايش قد صار شهر شهرين ما ادري اكثر. وهاي مدخل مال المستشفى هذا الباب وهذا المرافق للرجال عوين هاي المغسلة مالتي وهذا الحيطان مالتي وهاي المقعد وهذا الخلاط مال الماي هذا المرافق مال الرجال. نجي على مرافق النساء هذا مرافق النساء ما تشوفونه هذا الحيطان مارتي. ايضا في نافذة انت ترى اخترنا لكم مقطعا مصورا يعرض فيه المتحدث مناشدات لإعادة النازحين العراقيين العالقين داخل الاراضي السورية. من ضمن الزيارات التفقدية الى المنظمة العالمية لحقوق الانسان الى مخيمات النزوح نوجه نداء استغاثة الى الحكومة العراقية وإلى وزارة الهجرة والمهجرين بإعادة جميع النازحين إلى مناطقهم المحررة، حيث كما تشاهدون فإن النازحين في المخيمات يعانون من ظروف إنسانية صعبة من نقص في المواد والخدمات الطبية وغيرها، بالإضافة إلى
نحن مقبلين إلى فصل الصيف الحار، فمن الصعب توفير كافة وسائل الراحة أو اللي تقيهم من حرارة الصيف. فنحن نوجه نداء استغاثة إلى الحكومة العراقية وإلى وزارة الهجرة والمهجرين بإعادة جميع النازحين إلى مناطقهم المحررة، ثم نطالب ونناشد مجلس الوزراء بتعويض هؤلاء النازحين وتسليمهم منح مالية يستطيعون أن يبنوا منازلهم المهدمة من أجل العودة إليها. فليس من الممكن أن يعود النازح ويترك الخيمة والمساعدات لكي يذهب إلى داره المهدم الذي لا يستطيع العيش فيه أصلا. نحن نطالب الحكومة العراقية ونطالب مجلس الوزراء بالالتزام بتنفيذ قرارات الحكومة بإعادة النازحين إلى مناطقهم. وهناك في العراقيين من يقول وقد أسمعت لو ناديت حيا. ختام الزاوية الإخبارية مع جباية الكهرباء في بغداد، وكيف أن ارتفاع مبلغ الجباية فاجأ كثيرين فأبدوا غضبهم واستياءهم من خدمة الكهرباء التي وصفوها سيئة، والمبالغ الكبيرة التي تفرض عليهم مقابل خدمة لا تسمن ولا تغني من جوع. نتابع. أزمة الكهرباء أزمة مستفحلة، تقدر ميزانية الكهرباء تعادل نصف ميزانية مصر، لكن خلال 15 سنة 16 سنة هل تم تحقيق وحل مشكلة الكهرباء؟ كلا. بسبب عجز الدولة الحكومة العراقية في موضوع الجباية بالآونة الأخيرة لجأت إلى موضوع الخصخصة. القانون يعني معطيه للمستثمر هواي امور هواي امتيازات، يعني من ضمنها استخدامه للاليات مال الدوائر الى حق التصرف بكميه الكهرباء اللي تدخل والوحدات اللي تدخل المدينه. يعني بعض الدور الكهرباء حسب ما نعرف حسب واقع مؤسسات المجتمع المدني توصل مليونين، توصل 3، وهذا يؤثر على العائلة العراقية، يؤثر على المجتمع العراقي. نطالب بوزارة الكهرباء أن توضع كهرباء، تعطي كهرباء وفق القياسات المطلوبة. الجباية تخسر المواطن مبالغ كلش كبيرة، المواطن ما يقدر عليها، ده تطلع بأعداد ما لا على التعيين. يعني اكو بيوت جت عليها مبالغ هي اصلا ساده الكهرباء، وجت عليها ملايين وهي اصلا ما يعني في غنى عن هذا الموضوع. في فقرة آراءكم اخترنا لكم موضوعا يؤكد أن العراق ما زال بخير. سائق تاكسي يرد مبلغا من المال إلى صاحبه. دعونا نشاهد هذا المقطع معا، ثم نذهب إلى قراءة في التعقيبات التي أثنت على أمانة سائق التاكسي العراقي. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، عمر الحلال وعمر فلس الحلال ما راح. من البارحة لحد الساعة 8 الصبح ولحد الآن، والزلمة يعني لا فاتح الصندوق ولا هاي ولا يضرب الفلوس، وهاي الفلوس ولا مصعد بشر، وهذا الزلمه وهذا عين دمعته بعينه، وخلي تشوف الناس قتاي، وهاي الفلوس هاي امانه الناس، وهاي الحيده راح يكمل عمليته، وهذا الزلمه شوفوا هاي دموعه وهاي. الله يوفقك يا ابوي، الله يستر عليك. خاف واحد اظن هاي، هذا الف الحمد لله والشكر يا عمي.
رحمة الله على وجهك والدنيا بعدها بخير. إنه حق مشهد جميل يعكس سمو الروح العراقية، حقا إنه مشهد رائع. الآن إلى قراءة في التعليقات تعقيبا على هذا المشهد. التعليق الأول نقرأ ما كتب عماد السوداني: قيمة الأخلاق والقيم الإنسانية والمهنية تتجسد بهذا الرجل البسيط. طبعا هذا الرجل البسيط شاهدتموه من دمعته وعرفتم أنه رجل أمين يؤكد أن الشعب كله كذلك، ولكن أين ساسته منه؟ إلى تعليق آخر. في التعليق الآخر نقرأ ما كتب أبو محمد العراقي: خطية هسا يقتلوا جماعة البرلمان لأن مو حرامي مثلهم، الله يوفقه، هذا فعلا عراقي أصيل شارب من مي دجلة والفرات. أبو محمد هنا بشيء من التهكم يقول إنه أخلاقه على خلاف أخلاق البرلمان العراقي للأسف. إلى تعليق جديد. في هذا التعليق نقرأ ما كتب وسام السوداني: درشح والله أول واحد أنتخبك. هنا يقول له: إذا رشحت نفسك سأنتخبك. إلى تعليق جديد في هذا الموضوع كتبه أحمد: مثل هذا الشخص أصبح عملة نادرة بالمجتمع العراقي. هذا واضح من أمانة هذا الرجل. الآن إلى التعليق الأخير في هذه القضية، أمانة سائق التاكسي، وفيها نقرأ ما كتب حسام القريشي: أغلب الناس بعدها هيتش شي عدها، بس الطبقة السياسية هم من أفسدوا كل شيء، عدنا حتى المحتاج عدنا ما أعتقد يسرق. هذا الرجل يقول إن المواطن العراقي بطبعه أمين، ولكن أساسته غير مستأمنين. الآن نذهب إلى تويتر. أمريكا تضرب الأسد، هذا هو الهاشتاج الذي نشط في الساعات 24 الأخيرة. نقرأ عليكم أبرز التغريدات التي نشطت وذيلت بهذا الهاشتاج: أمريكا تضرب الأسد. في التغريدة الأولى نقرأ ما كتب عبد الله العمران: اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرج المسلمين من بين أيديهم سالمين. طبعا هناك الكثيرون من السوريين المعارضين لنظام بشار الأسد رفضوا مثل هذه الضربة وقالوا إنها تأتي على حضارة وتاريخ، وهناك أيضا في المعارضين من أيدها وقال إنها ضربة موجهة إلى الظالم، وهناك فريق يرى أن أمريكا لا تحمل الخير للمنطقة العربية ولا لأي مسلم. إلى تغريدة جديدة. في التغريدة التالية نقرأ ما كتبت مساهل أو مشاعل. مشاعل تقول: ما ألعن من نظام الجحش إلا أمريكا، ولا بالله في أحد يخبر عدوه بموعد الضربة ويعطيه كل هذا الوقت. مشاعل تريد أن تقول بشكل أو بآخر إن ضرب أمريكا وفرنسا وبريطانيا لسوريا إنما هي مسرحية لا أكثر. إلى تغريدة ثالثة. في التغريدة التالية نقرأ ما كتب خالد الجار الله: من المعادلات الغريبة والعجيبة لدى الكثير من أصدقائنا العرب بعد الضربة الأخيرة إيمانهم التام بأن الروس والفرس ليسوا غزاة بل دعاة سلم وسلام ومحبة. أمريكا تضرب الأسد، الرسالة واضحة التي أراد هذا الشاب أن يوصلها إليكم. الآن إلى التغريدة الأخيرة، وفيها نقرأ ما كتب علي العمري: مسرحية هزيلة بطولة توم وجيري، ماذا حققت هذه الضربات؟ إذن هناك شبه إجماع من العرب عبر تويتر أن هذه ليست ضربة معنية بنصر الأبرياء من السوريين ومعاقبة النظام الدكتاتوري، وإنما هي مسرحية أطرافها معروفون لديكم. بعد الفاصل نذهب وإياكم إلى فقرة المقاطع المصورة. في المقاطع المصورة، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قصفوا مراكز للنظام السوري. المقطع المصور القادم يبين لكم مزيدا من التفاصيل.
مشاهدينا نكتفي بهذا القدر في حلقة تواصل دوت كوم لهذا اليوم. لاحقا نلتقيكم على خير، إلى اللقاء.